نمشي لداركم. واش يا وليدي مرحبا بك. محسن راه من عائله كبيره. انا كاتب على قلت لها انا راه ولد عائله. كبرك دوبلاش اخويا محسن. قلت لها بابا رجل اعمال عارف درهم النهار وانا معاه. حنا هما اللي دخلنا الغسول والويزال درب عمر وماما مقاوله. بزنس از بزنس. علاش بدك تقول لهم كنقراينا شي هندسه؟ مالها على هاد المشاكل؟ هذه هي العروسه ايه؟ انا يا مرات باباها. عيط 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 لا بلا صحيت فالحاج خصو يمشي لكنيك. عيط 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 يا زاد الحصله اخويا زاد الحصله. شنو غادي نديرو؟ تقدر تبقى على قبلي وتطلب عائلتك باش يبقاو على قبلي. غادي نبقاو حيت كنبغيها. درتاش من قلت صوب بغيت نعرف كيفاش عرفتي محسن. مالك راه غادي نقول لها الحقيقه. والله الا ضحكتوني واخا انا مخطوبه. كيفاش زعما؟ عرفتي كاع ما كنتش بغيت نقولها. انتي نيت ناويه تزوجي؟ كنبغيها ما كنبغيه. ما كنعرف مع وحده كنبغاها كنموت عليها كنتسطى عليها. جيني محسن وعائلته بحال ماشي عائلته. ريري هربوا خاطر هربوا حق بين عابد. راه معاك مصطفى الزرزور وانا كنقول في شتك. غادي نشدو؟ هي غادي نشدو. قضيه لو وصلت للبوليس وفيها الحبس انا منكركم.